دي يمكن أبرز الأمور. الفريق في أفضل حالاته الفنية والبدنية والمعنوية بعد أن انتهى من مؤجلاته خلال هذه الفترة. فوز كبير حققه الأهلي على مصر المقاصة 4-1، دخل في معنويات عالية قبل السفر. يعني هو بعد ماتش بيراميدز كان التحدي الأكبر كما صرح الجهاز الفني إزاي نفوز في الثلاث مباريات دول بشكل يعني مهم جدا، عشان ما يعني تبقى استرديت جزء من الخسارة اللي ملهاش معنى بالتعادل مع بيراميدز 2-2.